مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير عليكي يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم. طبعا يعني حلقة جديدة من برنامج السادسة، كلام كتير قوي هنقوله النهاردة عن النادي الأهلي واخبار كتير. والحقيقة انه برضو عشان ما كناش مع حضراتكم يوم الخميس والجمعة، لازم نتكلم على مباراة المقاولين اللي لو حطينا لها عنوان هيكون العزيمة، الإصرار، روح الفانيلا الحمراء اللي دايما رجالتنا بيثبتوا انها موجودة. فنيا في ايجابيات وسلبيات اكيد هنتكلم عليها طبعا على مدار الحلقه، ولكن فكره انه تقبل الهزيمه مش موجوده ابدا في قاموس النادي الاهلي، ده الحقيقه اللي كان فارق مع كل الاهلاويه. كل الاهلاويه اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا على الماتش والاخر دقيقه عارفين ان الاهلي مش بس ممكن يتعادل، لا الاهلي هيكسب. والحقيقه دي الروح اللي النادي الاهلي عودنا عليها، ودي الروح اللي بتخلينا فخورين ان احنا بننتمي للكيان ده. واحلى ما في المباراه طبعا جون قفشه اللي فكرنا بالقضيه ممكن يا احمد.